قناع ولا اقتناع؟ هو احنا بنتحرك؟ اوكي. ما اتخضتش؟ احنا بنطلع؟ احنا بنطلع. خلصنا الليفل الاول. بس لطيف بجد؟ انت رائعة والله. والله العظيم اعتز بيها، اقسم بالله ما بجاملك. والله مش متخيل قد ايه بتفرحني. مريحة جدا حبيبي، جدا جدا جدا. وشغل اخراج اكيد هايل. الحمد لله الحمد لله. شريف منير قناع ولا اقتناع؟ ان وطنية شريف منير حقيقية ومش تمثيل، ما فيهاش مبالغة، ما فيهاش مزايدة. اللي بيشوفها فيها مبالغة ومزايدة هو اللي مش وطني كفاية، هو اللي شايف في نفسه قصور، هو اللي يقولك يا عم بقى انت شايف نفسك، يعني انت اللي بتحب البلد لوحدك؟ يا سيدي انا شايف كده، انا حر، مش عاجبك اتفلق. في أزمة عند شريف منير بتتكرر بسبب ترتيب الأسماء على تترات الأعمال. المرة الوحيدة اللي قبلت فيها وما حصلتش الأزمة ولا المشكلة كانت مع النجم هاني سلامة وكريم عبد العزيز. ما عدا ذلك دايماً عندنا مشكلة ترتيب أسماء على التتر. موضوع الأسماء في عندي حتت بتكلم فيها وفي حتت ما فيهاش كلام. يعني لما اشتغل مع كريم عبد العزيز هتكلم أقول إيه؟ مش هقدر أتكلم أقول حاجة. مع هاني سلامة، هاني سلامة بحترمه جدا وبحبه جدا، وما اتكلمناش في كده. طب مع أحمد عبد العزيز ذئاب الجبل؟ ده كان في وقت بقى الواحد بيبني نفسه وبيحارب وكده وبيحاول يثبت وجوده، وهو نفسه ممكن يكون بيعمل كده. دي حاجة لا تزعله ولا تزعلني، إنما في حاجات معروفة ما ينفعش حد يتكلم فيها، أسماء معروفة ما حدش يقدر يتكلم فيها. ومع ذلك أنا ببقى مرضي جدا. يعني أنا في مسلسل الزيبق مع كريم عبد العزيز اتحطيت بشكل مرضي جدا، وهو اللي سعى ان انا ابقى معاه في نفس الكادر، هو كريم. وادائك كان مرضي، وكريم كمان عنده ثقه في نفسه. وكريم ده من احب الممثلين لقلبي، ده حبيبي ده.